السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه مع الاخ امين، والاخ امين ديما تخلى نصورو، والمقطع راه مسوق القريعة سوق العيون. وغنخليكم الرقم ديال الاخ امين، ولا عجبتو شي حاجه تواصل معاه. وتحية عائلة قناة العصر اللي كتصر عليها وكتفرج فيها، تحياتي لكم، شكرا لكم. المهم هنا اخاش من سلالة سيماني اخويا، سيماني سيماني، والثمن ديالهم شي لعب 1000 درهم، 1000 درهم الزويجة. سيماني هانتوما كتشوفوا هاد السلالة كولور نوار، كيف قلنا الاخ الدم ديالو تا هو كحل، قال لك الاخ الدم ديالو تا هو كحل، سبحان الله ما شاء الله. وهي راه زويجة هادي، وهنايا هادو فالكو استرالي، هادو اش قلتي؟ فالكو 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 استرالي، هذا من استراليا، هذا النوع ديال الدجاج. وراه كوبل هذا ياك اخي، وشحال فالكو فالكو فالكو، داكشي اللي كاين اخي امين سميتو فالكو السلاله. وشحال الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم شي لعب من 1300 1400، بين 1300 و1400 الزويجه. هانتوما كتشوفوا راه تبارك الله ما شاء الله شي حاجه زوينه. وهنايا هنا ماليمو بيرجي ذكور، انت هو هذا ذكر، هذا ذكر، هذا حتى هو ذكر، وهذاك حتى هو تكير. والثمن؟ الثمن ديالو 1700 ماليمو شاربوني، هذا ماليمو شاربوني 1700، ماشي حاجه كاري، شوف شوف شي حاجه زوينه، ودينا واقفين وصغار اوريجينال. 1000 وشحال؟ 1700، وهنايا تكير البيرجي 900 درهم، البيرجي 900 درهم. المهم الا عجبت شي حاجه نخليكم الرقم ديال امين وتواصلوا معاه، وراه عنده عالم حيوان ماشي عامل مختص في شي حاجه، عالم حيوان اون جينيرال، راه اي حاجه كاينه هنا، حمام براك ديناصور، اش غنقول لك ديناصور، قال لك يحضر الاخ ما كاينش مشكل، هو الاخ ديالنا بارك الله فيك. وهذا اخي هذا الفيزون، هذا الفيزون دوري 1500 درهم، شوف 1500 درهم الكوبل. هانتوما كتشوفوا راه شي حاجه جديده، كنحاولوا نوصلوا لكم سلالات جديده، وكل شيء هادشي كيتزاد هنايا في البلاد، وراه ما شاء الله. وهنا لتحت هادي الفيزا، هادي الفيزا، هذا كيدير 400 درهم. هانتوما كتشوفوا هاد البياسه ما شاء الله، هادشي ديال الزينه. وهنا اخر اسم سلاله كابيتشا، هانتوما كتشوفوا ما شاء الله حمام الزينه. والثمن ديالو 800 درهم، 800 درهم الكوبل. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله في حاجه ما شاء الله، داكشي اللي كاين راه كتشوفوا تبارك الله. وهنايا انا طير الله بريك، هذا بريك، هذا براني براني، ماشي ديال ولكن كيتزاد هنا، هادشي عمر ماشي ديال البلاد. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله. والثمن 100 درهم البياسه، 100 درهم البياسه، حتى هنا بحال بحال بحال، حتى هنا راه بحال بحال. المهم نخليكم الرقم ديال امين، الا عجبتو شي حاجه تواصل معاه، وراه عنده بزاف انواع ديال الحيوانات وتبارك الله ما شاء الله. هنا امين اش من سلاله؟ هذو بيروش، كيتسموا بيروش بالابون، بيروش بالابون، اه بالابون. والثمن ديالهم؟ 2500 درهم، 2500 درهم، جوجهم دي مال، 2500 درهم للبياسة؟ لا جوج، هاد الجوج هادو 2500 درهم، انتم كتشوفوا وراه بجوج دكورة. وهنا يا امين هذا بيروش اكولي، هذا 4000 درهم، هذا داير 4000 درهم للزويجه، هذا ماني فيميل. هانتوما كتشوفوا راه شي حاجه مليحه في سلاله البيروش، ولا طائر باجي كاين اللي معروف طائر باجي. وهذا تما راه الكولي، الثمن ديالهم 4000 درهم الكوبل، وراه من سلاله الباجي معروف بيروش المغرب، 80000 ريال، ولكن راه شي حاجه نادره وشي حاجه قليله في السوق، وراه تا هو ساهل في التجاوز بحال هادو، راه بحال هادو مختلفين عا في اللوان. وحنا كنولعكم معنا، وراه كنتواجدو في سوق القريعة، سوق العيون، معروف سوق العيون عند الأخ أمين، وراه ديما تيخلينا نصورو وتبارك الله عليه، وراه من الباعة المحترفين في هذا السوق. وراه كيف قلت لكم عنده كثير من الأنواع، كثير من السلالات، حيوانات مختلفة. وهانتوما كتشوفوا المقطع، وكنحاولوا نقربوكم من الصورة ومن المشهد اللي كاين في القريعة، وراه ما شاء الله الناس محترفين والناس عارفين اش كيديروا. وهذا راه كوشون دين، السلالة ديال القنية، هذه سلالة ديال القنية، ما فيش الريحة كيف قال، واش كياكل؟ كياكل خيزول فصال، خيزول فصال اللي عطيتي تياكل. والثمن؟ 70 درهم، 70 درهم البياسة. وانتم كتشوفوا تا هو فيه الفريزي، تا هو فيه الفريزي كيف قال لي مزغب، وفيه العادي ياك؟ اه فيه الكبار ديالهم، هما الكبار ديالهم، هادو راه كبار، وانتم كتشوفوا كيتزاوجوا الكبار، كيتزاوجوا ساهل في التزاوج هادشي، ساهل الكارونيو شويه تزاوجوا. والثمن ديال هاد الكبار؟ هادو بحال بحال 80 وحده، 80 وحده.
وهنا هاد القنيه من سلاله قنيه بابيون هادي البابيون هادي كتزغب كيف قال لي الاخ بلال شحال الثمن ديالها 200 درهم بوحدها 200 درهم البياسه انتما كتشوفوا انا قربكم من الصوره وهاد القنيه كيف قال لي بلال راه كتاخذ زغب بزاف واش ميت سلاله بابيون البابيون وهنايا هذا السمان هذا السمان انتما كتشوفوا السمان العادي هذا كلشي ها سمعت لا البيض اي لا يخدم البيض وتخدم حتى اللحم الثمن ديالو 10 درهم بحال فوق بحال تحت 10 درهم البياسه هذا السمان هنايا بلال هامستر شحال الثمن 25 درهم وبحال بحال انا كلشي بحال بحال هانتوما كتشوفوا نحاول نولعكم معنا وهاد المحرك فيكم ديال الاخ امين راه غيكون الرقم في الفيديو واللي عجبه شي حاجه يتواصل معاه وهاد المحل في الدار البيضاء سوق القريعه معروف بسوق العيون هانتوما كتشوفوا هاد الدجاج راه ديال الشينوا 400 درهم جويجه هادي راه نتيوا كاير على برا وحنا نصوروا لكم نتيوا هانتوما كتشوفوا راه بتي طاي 400 درهم جويجه انا قرب من غا تفلع وهادشي اللي كاين وشكرا للاخ امين وتحياتي ليه حيت خلانا نصوروا وديما تخلينا نصوروا بارك الله فيك واد فلان سبيل الله هنا شمن سولة له هذا الصماني هذا الصماني الصماني فليسة ديال الفريزي ايوه فين فليسة الفريزي ديال الشينوا هاد السولة له انتم كتشوفوا راه ما شاء الله شي حاجة جديدة في السوق ياك اخي والثمن 150 درهم 150 درهم في البياسة انتم كتشوفوا راه ما شاء الله شي حاجة زوينة وكنولعوكم معانا وحنا في محل ديال الامين سوق القريعة معروف بسوق العيون وهنايا بلال هذا حميمات هذا حميمات الثمن ديالهم كيجاوبوا تيديروا 200 درهم جوج 200 درهم الكوبل هانتوما كتشوفوا حتى هما سهل فيهم البيض سهل التزاوج هذا مقنين طاير الحسون وشحال الثمن ديالو 1000 درهم شحال داير 1000 درهم ولد العش 1000 درهم ولد العش زعما واكل بليز وشحال شاد شي حاجه في الكلام اش حافظ فتكير. ويدانية مالاقة اشد مالاقة هو راه شاد مالاقة ودير 1000 درهم وراه ولد العش هذا مزيود في العش في القفز ماشي خلوي كيكون ما تيخافش تيكون شفت التزاوج كيكون ساهل خاصة بنادم يخدم معاه وراه ربي يجيب التيسير هانتوما راه معايا دايرين لي واحد الشبكة من الفوق حنا تنحاولو نقربوكم منه راه ما خافش شي قربت ليه ما خاف مغول هانتوما كتشوفو هنا كاين سلالة المنظرة الزيبرة ياك كاين اللي كيعرفها بالزيبرة والثمن ديالها 50 درهم 50 درهم البياسة دابا غلاو دابا مع الوقت الكورونا اييه راه كان أرخص طائر في السوق ياك وراه ساهل في التزاوج هاد الطائر ساهل بزاف هو فيروش هذا كناري رازا دابا هذا وريم تاعو والثمن ديالو 200 درهم البياسة كما كتشوفوا راه فيهم كورة ونتاو 200 درهم البياسة كناري رازا وهنا راه كاين بيروش وبيروش شحال هنا الثمن 50 درهم البياسة كما كتشوفوا هذا الكنار البلدي 150 درهم بياسة وهنا بيروش 50 درهم امين 50 درهم هذا 50 درهم بياسة هنايا بيروش حتى هو والكنار كيف شفتو 150 درهم راه شنابر زوينين اللي بغى يزاوج في شهر جوج شهر ثلاثة راه هذا ديال الخدمة وهذا القفوزة اخي هذا 1600 بلال هذا مسرح كما كتشوفوا راه كبير تقريبا شحال الطاي ديالو متر ونص على متر على 60 هانتوما كتشوفوا هذا راه 1600 وهذا ديال بيروكي هذا مسرح هذا ديال بيروكي هانتوما كتشوفوا هذا 800 درهم هانتوما راه قفز كبير وهذا راه 1600 راه مسرح نحاول نشدو لكم من بعد هانتوما كتشوفوا وفيه حتى لتحت وهاد الدايرين هادو 280 ديال الكالوبسات لي زانسيبارابل ياك اي حاجه تقدر ديرها فيهم كاين عاوتاني هذا هذا شنو هو هذا 1100 هذا ديال البيروكي هانتوما كتشوف راه السلك ديالو غليظ على حسب بيروكي مع فم مقاصح هما الوكالات ديالو الوكالات الداخل والشقفل ديالو راه صحيح
المهم راه قفز زوين بالروايد ديالو. شحال الثمن بين 1600 1100 هذا 1100 22000 ريال. اخي هنا اش كاين؟ هذو البرك، هذو البرك البرك عادي ديال البلاد، والثمن ديالهم 80 درهم للبياسه. هذا الثمن كتشوفوا هنا، كنحاولوا نصوروا لكم هنايا، كنحاولوا نصور لكم بزاف الانواع ديال الحيوانات، وتفاعلوا مع المقطع. ولا عجبتك شي حاجه تواصل مع الاخ امين، راه غنخلي لكم الرقم في الفيديو، غيبان شحال من مره في الفيديو. وراه المحار كاين في القريعه، سوق العيون. الدجاج ديال البرهمه، انا الدجاج ديال البرهمه والدجاج ديال الشينوا. والدجاج ديال الشينوا انتما كتشوفوا 150 درهم. 150 درهم للدجاج البرهمه ولا ديال الشينوا؟ راه 150 درهم. حنا نحاول نبين لكم بحال كاين الشعاع هنايا، انتما كتشوفوا كاين الدجاج ديال الشينوا، وهذا اللي قدامنا راه البرهمه 150 درهم.